السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذن متابعينا الكرام، عبد المجيد حاشاكم مجددا يخرج ويتكلم عن مجموعة من الأمور المضحكة. أدخلنا هذا في حقيقة الأمر ما خصوش يبقى يخرج في تصريحات صحفية، لأنها دائما ما تثبت على المستوى المنحط ديال هذا الرئيس اللي كيقولوا عليه الرئيس ديال الجمهورية، ودائما ما تثبت على ان خونا هذا كوميدي اكثر من كونه رئيس. فخرج ويتحدث على البروباغندا القادمه من المغرب، وعلى ان المغرب يمارس البروباغندا ويحاول تفرقه الجيش الجزائري عن الشعب الجزائري، ويحاول تفرقه الشعب الجزائري على النظام الحاكم، ويحاول زرع الفتنه وما الى ذلك من هذه الشعارات الخاويه اللي نسمعها دائما من هذا النظام الغبي. لكن في حقيقة الأمر لا توجد بروباغاندا تهدد نظام الكبرانات ودولة الكبرانات أكثر من هاد الممثل هاد الكومبارس اللي سميته عبد المجيد حشاكم، لأنه بهذه التصريحات الغبية هي تزيد من الاحتقان في الداخل الجزائري. ولاحظت المسألة هذه دائما في الصفحات ديالهم وما إلى ذلك. لكن القضية الخطيرة هنا متابعينا الكرام، وهو حينما يتحدث على البروباغاندا القادمة من المغرب، نحن نعلم جيدا على ان جلاله الملك اعطى التعليمات ديالو للدبلوماسيه المغربيه باش ما تبقاش ترد على الدوله الفقروريه، على الخراجات والشطاحات وهذا التهريج ديال نظام الكبرانات. وشفنا كذلك تصريح ديال وزير الخارجيه المغربي ناصر بوريطه، الذي قال على انه ما بقاش كيتبع الخراجات الدبلوماسيه الجزائريه، وما كاينش شي حاجه تقتل نظام الكبرانات وتصيبهم بالسعار اكثر من هذه القضيه ديال النخال. لا نتجاهل كليا هذه الشطاحات ديالهم، ولكن هذا لا يعني على اننا كنحن كمواطنين مغاربه كناشطين مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي ما غاديش نردوا. نحن نمارس حقنا في الدفاع عن امتنا، نمارس الحق ديالنا في الدفاع عن قضيتنا العادله بالطرق التي نراها مناسبه، وهذه الطرق التي نراها مناسبه هي مواقع التواصل الاجتماعي. فهنا عبد المجيد حشاكم خرج ويعلن الحرب على نشطاء مغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا الكارثة متابعينا الكرام. كيف يعقل تقول على أنك دولة وعندك جيش وعندك مخابرات وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا، وتخرج وتعلن الحرب على نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هذا ما معناه على أن الدولة ديالك أوهل من بيت العنكبوت. هذا على أن الدولة ديالك هشة. هذا على أن الدولة ديالك قابلة للانهيار في أي لحظة. حينما نحن نخرج ونتكلم عن الواقع الموجود داخل نظام الكبرانات والموجود داخل هذه الدولة الفقرورية، ونحن نهدد الوجود ديال هذه الدولة ونهدد الوجود ديال هذا النظام، لأن هذا النظام هو معتاد على أن يقوم بغسل أدمغة الناس اللي عايشين في هذه الدولة الفقرورية. ولكن حينما نأتي نحن عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي جعلت من العالم قرية صغيرة، فنحن نكشف زيف الأكاذيب ديال هاد الناس. هذا حقنا، لأننا كما قلت ندافع عن قضيتنا وندافع عن وطننا بالطرق التي نراها مناسبة. وما عمري شفت أنايا شي مسؤول مغربي أو جلالة الملك أو وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كيخرج وكيقول أو كيتهم النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر يتهجمون على المغرب او يسيئون للمغرب او انهم يتآمرون على المغرب، بل اصلا ما كاينش نشطاء، ما عندهمش نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يتحدثون على المغرب، بل عندهم فقط مرتزقة البوليزاريو وعندهم القنوات والابواق الاعلامية من قبل الشروق والنهار وما الى ذلك. فهما يستغربون كيفاش ان الناس مغاربة يدافعون عن وطنهم في مواقع التواصل الاجتماعي. وبالمناسبة متابعينا الكرام، خلال أسبوع تقريبا هذا الأسبوع هذا نلاحظ على أن هناك نشاط كثيف جدا للذباب الإلكتروني يواجهون مغاربة اللي ما عندهمش دعم وفقط عندهم يا إما منصة ديال يوتيوب يا إما منصة ديال تويتر يا إما منصة ديال فيسبوك، وكيدافعوا على بلادهم وما كاينش شي حد اللي كيخلصهم، ما كاينش شي حد اللي كيعطيهم، ما كاينش شي حد اللي كيوجههم، بل تحركهم الروح الوطنيه ديالهم والروح ديال الدفاع على القضيه الوطنيه وعلى الامه المغربيه. وبهذه المناسبه متابعينا الكرام، كنحيي جميع الاصدقاء
سواء اللي كاينين في اليوتيوب، سواء كاين اللي في تويتر، سواء كاين اللي في الفيسبوك. وبالمناسبه الناس اللي كاينين في تويتر كيحتاجوا دعم كبير جدا، لانه خلال هذا الاسبوع تم غلق العديد من الحسابات ديال الناشطين المغاربه اللي كينشطوا في تويتر. وهاد الحمله ممنهجه، غلق حساب تلو الاخر ديال ناشطين مغاربه ونشاط كثيف جدا للذباب، ولعلكم لاحظتوا هذه القضيه هذه. فهذه المساله يعني بحينما تعلن الحرب على ناشطين مغاربه على مواقع التواصل الاجتماعي، فانت ما بقيتيش دوله، انت تضع نفسك ضدا لند مع يعني مغاربه ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. بمعنى اخر، نحن نهدد كيانك ونهدد وجودك ونهدد جيشك ونهدد نظامك ونهدد امنك القومي فقط بكلمات على يوتيوب او بكلمات على تويتر او بكلمات على الفيسبوك. دابا بالله عليكم، هل هذه يقال على انها دوله سوف يعني ما عرفت القوه الضاربه وتلك الشعارات الرنانه التي يطلقها عبد المجيد حشاكم؟ وعبد المجيد حشاكم هو نفسه يخرج في مثل هذه التصريحات ويقول على ان ناشطين مغاربه على مواقع التواصل الاجتماعي يهددون الامن القومي ديال الدوله الفقروريه. طبيعة الحال لا تظن ولو لوهلة واحدة على أنكم حينما تغلقون الحساب الفلاني، أو حينما ترسلون الذباب الإلكتروني، أو حينما تصرفون هذه الأموال الطائلة على الذباب الإلكتروني، أننا سوف نتراجع للوراء. بل على العكس، على العكس، تغلقون حساب سوف نفتح 10 حسابات ونستمر في فضح هذه الدولة الفقرورية، وسوف نستمر في الدفاع عن قضيتنا الوطنية، وسوف نستمر في هذا العمل، ونستمر يعني ب شتى الوسائل. وحتى ان تطلب الامر اننا ننزلوا الميدان باش ندافعوا على بلادنا، غادي ننزلوا الميدان باش ندافعوا على بلادنا. فهذا هو الواقع من تبعنا الكرام. اذا عبد المجيد حشاكم يعلن الحرب علينا، ونحن بطبيعه الحال مستعدون لهذه الحرب. صفتوا الذباب الالكتروني وارسلوا ما تريدون، ارسلوا ما تريدون، هذا لن يغير من واقع شيء. ولكن حينما تخرج وتقول على اننا نهدد الدولة الفقرورية ونظام ديال الكبرانات، فهذا سوف يزيدنا حماس، سوف يزيدنا حماس في أن نستمر في هذا العمل، ونستمر في يعني نشر هذه الكلمة ديالنا التي تفضح هذه الدولة الفقرورية. فمتابعينا الكرام، مزيدا من الدعم ليس لي فقط وإنما لجميع النشطاء المغاربة، سواء اللي كتعرفوهم في اليوتيوب، سواء اللي كتعرفوهم في تويتر، خصوصا في تويتر، لأن الأصدقاء ديالنا في تويتر كيحتاجوا لدعم كبير جدا، خصوصا في هذه الفترة هذه، لأنهم كما قلت كيحاولوا يغلقوا الحسابات ديالهم. وطبيعة الحال كنشوف على أن هناك حماس كبير جدا لدى هؤلاء يعني الناس اللي ناشطين في تويتر، كيغلقوا لهم حساب كيفتحوا جوج حسابات أخرى. فكنطلب يعني منكم الدعم، اللي عنده حساب في تويتر أو اللي عنده يعني حساب في فيسبوك أو مواقع أخرى، يدخل على أنه يدعم